ريموت سخن نار. ايه ده يعني انا لو قلعت الجاكيت مش هتظني فيها البطاله نبويه؟ هو في احلى من البطل؟ طب تعالي ندوقك حلاوه البطاله. يلا يا نهار اسود. يا لهوي بقول لك ايه، ده جابر، ده جابر جابر. الله يخرب يخرب بيتك. خش جوه. طب اروح فين؟ خش جوه الحلم تحت السينما ولا خش جوه الدولاب. الله يخرب بيتك. خش اقفلي. ايه راح فين؟ ياد مالك فيه ايه؟ انت عندك حد ولا ايه؟ لا ما عنديش حد. نزلت. نزلت؟ اذا كان لسه طالع من على السلم وبيلمع وزي الفل. قال نزلت ايه؟ عندك مين ياد؟ انت بتطلع على مين يا عم انت؟ مش فاهم انت دماغك فيها ايه؟ حلاوتك يا نبويه. الحمام مش هنا يا اما بره. قومي قومي يا اختي قومي. ايوه يا عم قول. ايه بقى؟ معاك سجارة؟ معايا. تلزمك؟ تلزمني ايه؟ ياكش تولع بجاز. انا عايز اخلص منها مش عارف. طب اخلع انت وانا اخلصك. البت دي بتاعت مشاكل اسمع مني. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه يا نبوي؟ انا بقى هنزل اجيب شوية سكر وشاي. مش عايز حاجة من تحت؟ تتحرك؟ ما تأخرش يا اخويا. انت قلت لي عايز شاي نوع ايه؟ خلاص انا هتصرف. انا اقعد اشرب انا وادوق لحد ما الاقي حاجه كويسه. يا لهوي انت رايح فين؟ لا 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 صوتك يعلى. الناس بتلم الحاره تصحى. حلاوه النور. عيب سمعتك.